ما زلنا في هذه التغطية. انضم إلينا الآن الأستاذ هاني فاروق، نائب رئيس تحرير الأهرام. يعني سيد هاني، بعد التحية، كيف تقرأ المشهد الآن في ظل التصعيد المستمر من جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة وتلويح الحكومة الإسرائيلية أو نتنياهو بهجوم وشيك على رفح؟ اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اراها انها تصريحات الرمق الاخير لحكومه نتنياهو التي فشلت في الحرب في قطاع غزه بعد مرور ما يقرب من اكثر من 120 يوما تقريبا. ده دليل على الفشل الذريع لاسرائيل في هذه الحرب، وفشل المخطط الذي كانوا يحضرونه لتغيير معالم فلسطين وقطاع غزة وتغيير معالم الشرق الأوسط الكبير. في حال اقدام نتنياهو على اقتحام رفح وتنفيذ مخططه، فإن هناك قوة دولية وليس مصر فقط هي التي ستتصدى لهذه الأطماع. البيان الذي صدر بالأمس عن مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول الأوروبية وعدد من الدول العربية أيضا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تحذر الكيان الصهيوني من الإقدام على تهجير الفلسطينيين من رفح، يعتبر إدانة دولية للمخطط الشيطاني الذي يقوده بنيامين نتنياهو لمحو القضية الفلسطينية أو تغيير معالم فلسطين أو طمس إقامة دولة فلسطينية من الأساس. اليوم أصبح موقف المقاومة الفلسطينية هو الأقوى. قرأنا منذ ساعات تصريحات المقاومة الفلسطينية بأن الاقدام على اي محاوله لاعتداء على رفح، المواطنين الامنين في رفح الذين تم تهجيرهم بشكل قسري، سينفذ كل مفاوضات التي كانت تجري في الفتره الاخيره لاحراز تقدم او ايقاف الحرب الدائره على مدار 120 يوما. طبعا هناك تداعيات خطيره جدا في ظل الصمت الدولي. صحيح، وده يتطلب السؤال حول دخول اطراف اخرى في هذه المعادله، يعني في ظل طبعا التهديد المتواصل من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وزي ما ذكرنا طبعا فكره الهجوم حتى الوشيك على رفح في ظل تدهور المشهد الان داخل القطاع. هل تعتقد ان هناك ثمه اطراف ربما ستكون موجوده في المشهد خلال الايام القليله القادمه، وخاصه ان ما يحدث من تهديدات لن تدور فقط يعني القضية الفلسطينية أو بالمشهد داخل الأراضي الفلسطينية، ولكن أيضا هناك أطراف أخرى ربما ستدفع ثمن باهظا؟ صحيح. أولا يجب أن نرجع إلى مؤتمر القاهرة للسلام وتصريحات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أعلن اللقاءات السلام لا لتهجير الفلسطينيين، لا لتهجير الفلسطينيين الاثناء. كان هذا الخط الأحمر تجاه كل تفكير أي تفكير لنتنياهو والجيش الإسرائيلي في محاولات تطبيق مخطط تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء. أعتقد أننا في هذه اللحظة والتصريحات القيادة المصرية تؤكد أنها ما زالت أنها ستتصدى لأي محاولة أو تفكير لإجبار الفلسطينيين على اقتحام الحدود والدخول إلى سيناء. أعتقد أن هذه اللقاءات الثلاث التي وضعتها مصر كانت حاضرة وبقوة منذ اللحظة الأولى لتلك المخططات الشيطانية، والتي أراها أنها المسمار الأخير في نعش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لأنه في حال فشل هذه الحرب فإنه من المؤكد لن يكون موجود في المشهد، وسيتم محاكمته بتهم كثيرة جدا، ولعل إدانة محكمة العدل الدولية وجميع المؤسسات الدولية ودول العالم أيضا لما يقوم به على أرض الواقع. ده دليل على مدى الفشل في قيام إسرائيل أو القيادة الإسرائيلية في حربها، أو المعلومات التي تخرج عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية أيضا بأن هناك فشل ذريع في قيادة هذه الحرب. عندما نسمع كل يوم او يعني التصريحات التي تخرج عبر وسائل الاعلام الاسرائيليه والصحف الاسرائيليه، لان ما يتم على ارض الواقع هو فشل لحكومه نتنياهو. ما نسمع عن الانقسامات الموجوده بين قاده المجلس العسكري الكابينت، طبعا ده دليل على ما ان هناك عدم تخطيط او عدم رؤيه ان المواطن الفلسطيني هو الذي دفع الثمن. الشهداء الذين يسقطون يوما تلو اليوم هم في رقبة المجتمع الدولي الذي غض البصر منذ اللحظة الأولى عن حقوق الإنسان. صحيح. ونحن اليوم أمام هذا المشهد المأساوي
لكن تبقى الحقيقة أنه في حال إقدام نتنياهو على هذه المعركة الأخيرة فإن الحرب ستتحول إلى حرب إقليمية غير محمود عقباها في ظل التطورات التي تحدث على أرض الواقع والتي نعم نرى وتسارقات الصراع. صحيح أستاذ سيد هاني فاروق نائب رئيس تحرير أهرام، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.